السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من محاضرات الإلكترونيكس. هنتكلم النهاردة عن تو ثيرم من السمبليفيكيشن ثيرم اللي هما سيفنن ونورتون. هنتكلم على السير بتاعت سيفنن والابليكيشنز بتاعتها والكيسز، وهنتكلم على ازاي نجيب الار 7 في حالة dependent sources و 7 equivalent of a circuit with a load او load resistance، وهندي example على ازاي نحول السيركت العادية او نبسطها ونختصرها ونحولها لشكل 7. وبعد كده هناخد الثيرم التانية اللي هي النورتون، وهناخد اكزامبل عليها، وبعد كده نعرف عن ايه الماكس باور ترانسفير. الحقيقة ان الهدف بتاع السيفنن سيري اللي هو عملية ان انا ابدأ اعمل ريدكشن للسيركت او ريديوس الكومبلكس بارت من السيركت لسيمبل شيب. بيبقى عندي لو انا عندي الدايرة بتاعتي فيها الكومبوننتس بتاعتي، انا بحولها للمنظر ده، بحولها لفولتج هنا كده ومقاومة نسميها الار 7. فيبقى الهدف بتاعي احول الشكل ده للشكل ده. 7 سيرم بتقول ان لو انا عندي لينير تو تيرمينال سيركت، ابدا احولها لايكوفالنت سيركت بيكون فيها مصدر فولتج بنسميه في 7 متوصل على التوالي او ان سيريز ويز ريزيستر ار 7. هيبقى عندي يعني احولها للشكل ده اللي هو عبارة عن مقاومة وفولت. بنستخدمها في اللو ديستريبيوشن اوديو باور امبليفاير، وعندي ليها ابليكيشنز كتير جدا، وعشان اماتش السبيكرز والامبليفاير وان شود انالايز ذس سيركت. فالحقيقة الموضوع بتاع السيركت كده هيبقى الموضوع صعب، فانا محتاج اعمل سمبليفيكيشن. الحقيقة عندي تو كيسز. الكيس الاولانية في حالة لو انا ما عنديش ديبندنت سورسز. احنا قلنا الديبندنت سورس، السورس اللي بنعمله على شكل دايموند او معين ان كان للفولتج او الكرنت. هنا نقول مثلا 2 اي اكس مثلا، يبقى القصة كلها ان قيمته بتعتمد على الاي اكس، فعشان كده بنسميه ديبندنت سورس او سورس معتمد على سورس اخر. فلو انا عندي كل السورسز او السورسز اللي عندي اندبندنت سورسز اللي هي السورسز العادية بتاعتي اللي هي بتبقى شكل كده خلاص او شكل التيار كده، فببدأ اعمل لها تيرن اوف، احولها لشورت سيركت. يبقى عندي هنا لو انا ما عنديش ديبندنت سورسز في نتورك، ببدأ اشيل كل الاندبندنت سورسز دي واحط مكانها شورت سيركت. وبيبقى عندي هنا الار 7 هو الار انبوت اللي هو جاي لي هنا. طيب الكيس التانية، لو انا عندي بقى dependent sources، لو انا عندي sources dependent و independent، فانا بعمل كل اللي بعمله بترن اوف او بشيل كل ال independent sources اللي عندي. طيب الطريقة الاولانية ان انا بابلاي ال voltage source في زيرو، بعمل هنا في زيرو او ولكن بحط قيمته ب 1 فولت او for example يعني على التيرمينال دي اي بي، وبترمل بحدد بعد كده بجيب الاي 0. والحقيقه ان الار 7 هنا هتبقى الفي 0 على
الاي زيرو. الميثود التانية ان انا هنا بانسيرت كارنت اي زيرو وبديتيرمن بقى الفي زيرو، وانا عندي ايضا الار 7 بتساوي الفي زيرو على الاي زيرو. يبقى في الطريقة اللي فاتت هنا او في دي كده عملنا في زيرو، وهنا عملنا اي زيرو وحطينا قيمته هنا ب1، وفي حالة الفي ايضا نحط القيمة بتاعتها ب1. 1 فولت للفولتج، 1 امبير للكرنت. لو انا عندي اللينير سيركت terminated باي لود ريزيستور او ار لود، الفاليو بتاعت الاي ال والفي ال او الاي على اللود ريزيستور دي والفولتج على اللود ريزيستور بنحسبها بالمعادلة البسيطة دي، ان انا هنا بقول له الاي لود بتساوي الفي 7 هي دي تي اتش بس الاتش نازلة تحت على مجموع المقاومتين. هيبقى بنقول الفولت اللي هو الفي 7 على مجموع المقاومتين، يبقى الفي 7 على الار 7 بلس الار لود. يعني نقدر نقول ان الفي لود بيساوي الار لود في الاي لود، اللي هو نقدر نقول هي بتساوي الار لود على الار 7 زائد الار لود في الفي 7. ودي الحقيقة ان احنا بس فكينا كل اللي عملناه، فكينا الاي لود فهو عبارة عن الفي 7 على الار او مجموع المقاومتين عندي. خلاص، يبقى الفي لود تساوي الار لود في الاي لود، وشلت الاي لود وحطيت مكانه القيمة دي. تعال ناخد اكزامبل عشان الامور توضح. يبقى انا الهدف بتاعي ان انا احول السيركت بتاعتي دي، اللي هو عبارة عن سيركت بسيطة. السيركت بتتكون من فولتج متوصل ان سيريز مع ريزيستور، هنسمي الفولتج هيبقى الفي 7 والمقاومة او الريزيستنس او الريزيستور ار 7. طيب المسألة بتجي لي كده بيقول لي find this 7 equivalent circuit of the circuit shown to the left of the terminal AP، اللي هو عندي هنا كده عشان افايند زين فايند الكرنت على الار لود، وهيديني مره الار لود ب6 ومره ب16 ومره ب36. طيب احنا قلنا لو انا ما عنديش اندبندنت سورسز، السورسز اللي عندي اندبندنت، والحقيقه ان السورسز اللي عندي فعلا هي اندبندنت، فاول خطوه عندي المفروض بحول الاندبندنت سورسز ل شورت سيركت او سلكه. هنحاول دي كده، يعني هنشيل دي وهنشيل دي، تمام، وهنبدا نحط دي كده، نخلي دي كده المفروض هنا احسب هتبقى الار 7. طيب هنا عندي السيركت بقت بسيطه خالص خالص. هيبقى عندي هنا ال 1 اوم، هيبقى عندي موجود سيريال او سيريز مع الاثنين دول ان بارلل، فهيبقى عندي الاربعة واتناشر بارلل مع الواحد سيريال، فهيبقى اربعة في اتناشر على اربعة زائد اتناشر زائد الواحد تطلع باربعة اللي هي 48 على 16 ب 3 بلس 1 تطلع 4. يبقى انا كده جبت قيمة ال R 7. طيب يبقى الخطوة الأولى جبنا ال R 7. بنجيبها ازاي يا شباب؟ تبدأ تحط مكان ال independent sources بتوع حضرتك، بتحط مكانه short circuit، وبعدين تبدأ تجيب ال R 7 هنا
اللي هي هتبقى هنا كده، اللي هي عبارة عن لاقي دي كده سيريال مع الاتنين دول كده ان بارلل، فيبقى 1 زائد الضرب على المجموع بتاع دي، هيطلع القصة تطلع كام؟ تطلع عندي 4، قوم يبقى انا كده جبت الار، الار 0. عايز اجيب الفي 7، هيبقى الفي 7 هتبقى عندي هنا الفولتج اكروس الاي بي. لما اجي احسب الفي 7 هرجع بقى السورسز زي ما كانت عندي هنا. هنا الحقيقة عشان افايند الفي 7 هنلاقيها هي عبارة عن اقدر اطبق المش اناليسز، او اقدر اطبق الكي في ال كيرشوف فولتج لو. هبدأ الاقي عندي تو لوبس، اللوب الاولاني اهو واللوب التاني اهو، فهيبدأ عندي دي كده، وانا فارض للتاير بتاعي كده هيبقى في الاتجاه ده، فهيبقى نيجاتيف 32 بلس 4 اي 1 زائد 12 اي 1 ناقص اي 2، الكلام ده بيساوي زيرو. هنا عندي في اللوب الثاني ألاحظ في اللوب الثاني هنا إن الاي 2 بتساوي نيجاتيف 2، لأن هنا الدايركشن بتاع التيار هنا معكوس، فهيبقى عندي اي 2 بتساوي نيجاتيف 2. خلاص انا جبت اي 2، اقدر بكل بساطة اجيب اطبق في باي 2 بنيجاتيف 2 في المعادلة الأولانية، اقدر اجيب الاي 1. تمام، جبت الاي 1 طلعت عندي ب 0.5 امبير او 0.5 امبير. اقدر اجيب بعد كده ال في 7، ال في 7 هيطلع القيمة بتاعته هي اللي هي دي اللي عليها هنا الفولتج دروب اكروس المقاومة دي، والفولتج دروب اكروس المقاومة دي هو بيساوي 12 في اي 1 ناقص اي 2، فاقدر اعوض تعويض مباشر عن اي 1 واي 2 تطلع لي الفي 7 ب 30 فولت. تاني انا هنا عشان اجيب الفي 7 طبقت الكيرشوف فولتج لو او المش اناليسز، ادي عندي اللوب الاولاني، ادي عندي اللوب التاني. اللوب الاولاني هيبقى 4 اي 1 12 اي 1 ناقص اي 2 نيجاتيف 32، الكلام ده بيساوي زيرو لان دي هتبقى كده يا جماعة ودي هتبقى كده. جميل، وابدأ هنا هلاقي عندي هنا سورس اهو ب 2 امبير، بس الدايركشن بتاعه عكس التيار اللي انا فرضته او اللوب اللي انا فرضته هنا، هتبقى الاي 2 بسالب 2. اقدر اعوض في المعادلة الاولانية اجيب الاي 1، بعد كده اجيب الفي 7 اكروس البرانش ده، هيبقى عندي هي عبارة عن 12 في اي 1 ناقص اي 2، تطلع نص زائد 2 في 12 تطلع ب 30. الحقيقة ان في طريقة تانية اقدر اجيب بيها ال V7 اللي هي الطريقة بتاعت النود اناليسز. فالنود اناليسز ابدا اقدر اطبقها عادي جدا بكل بساطة. لو جينا بصينا هنا كده هيبقى هنا لو قلنا دي النود بتاعتي، هيبقى عندي ال V7 ماينس ال 32 على قيمة المقاومة دي. خلاص يبقى دي برضو في 7 يا شباب، معلش بس كده البرزنتيشن هتبقى في 7 ماينس 32 اوفر 4. الكلام ده
هنا هيبقى الكرنت اللي هنا هيبقى نيجاتيف 2 خلاص عشان الدايركشن، بلس هنا الكرنت هيبقى هنا هيبقى الفي 7 ماينس 0، لان قلنا دي تحت دي هتبقى الايه، هتبقى الجراوند او الريفرنس نود، هتبقى الفي 7 ماينس 0 اوفر 12. الكلام ده بيساوي 0. اقدر اعوض تعويض مباشر، هتطلع قيمة ال في 7 عندي هتطلع ب 30. تمام، هي اصبحت خلاص معادلة من مجهول واحد يعني. يبقى حضرتك تقدر تحلها دي كده، تقدر تجيبها بالنود اناليسز او المش اناليسز او بالكي في ال او الكي سي ال، والاتنين صح. المفروض بعد كده حضرتك بترسم الرسمة دي، هي دي الايكوفالنت سيركت بتاعتي، بحط بيها فيها هنا ال في 7، وهنا بحط ال اي 7 ال ار 7 سوري ال ار 7، وهنا عندي بيبقى عندي الار لود. لو انا عايز اجيب الاي لود زي ما اتفقنا من شوية، ان الاي لود بيساوي الفي على مجموع المقاومتين، هيساوي الفي 7 على الار 7 بلس الار لود، تطلع 30 على 4 زائد الار لود. طب الار لود بكام؟ احنا كنا المسألة قال لي هديك قيم للار لود، هبدأ اشوف. يلا الار لود لما بتبقى بستة الاي اللي هتطلع بتلاتة، لما كانت ب 16 هتبقى بواحد ونص، لما كانت ب 36 كانت ب 0.75 امبير. يبقى جاست ان انا بعوض تعويض مباشر. تعالوا ناخد اكزامبل تاني. احنا قلنا السيركت بتاعتي في تو كيسز، الكيس الاولانية اللي هي ايه؟ ايوه برافو عليكم يا شباب، اللي هو ما بيكونش عندي اندبندنت ديبندنت سورسز، بيكون كل السورسز اللي عندي اندبندنت، فكده ما فيش مشكلة خالص، فابدا اشيلهم واحط مكانهم شورت سيركت. طيب لو انا عندي بقى ديبندنت سورس زي السورس اللي عندي ده ديبندنت سورس، ليه؟ لان القيمة بتاعته بتعتمد على قيمة الفي اكس، فهو عبارة عن 2 في اكس. طيب بيقول لي find the Thevenin equivalent of the circuit shown at terminal AB. هنا عندي عايز يجيب ال V7 ونحسب برضو الـ R 7. طيب هاجي ابص كده هبدأ هعمل ايه؟ واحد يقول لي خلاص هتخلي دي شورت سيركت، اقول له برافو عليك خلاص خليت لي دي شورت سيركت. جميل. طيب هيبقى بعد كده عندي اللوبس بتاعتي، هلاقي عندي هنا اللوب اللي فوق ده خلاص اللي هو ده، هبدأ الاقي نيجاتيف 2 في اكس بلس 2 في اي 1 ماينس اي 2، او ادي عندي زي ما قلنا يا جماعه ده اللوب الاولاني وده اللوب التاني، وممكن لو قفلت ده كمان هيبقى عندي ده اللوب التالت، هيبقى عندي ده كده الفيرست لوب، هيبقى فيه هنا اي 1، وهنا السكند لوب اللي يبقى فيه اي 2، وعندي كمان الثيرد لوب اللي هو هيبقى هنا خلاص. لو قفلت دي كده يبقى دي ده اللوب التالت، يبقى ده هنا اللوب الاولاني اللي فيه اي 1، وده اللوب التاني اللي فيه اي 2، وده اللوب التالت اللي فيه اي 3 خلاص. يبقى ده اي 1 اي 2 اي 3. جميل. واحد هيقول لي طيب وفين ده؟ في اقول لك ما احنا لسه عاملينه بقى شورت سيركت خلاص معايا، هيبقى شورت سيركت، هتبقى نيجاتيف 2 في اكس بلس 2 في اي 1 ماينس اي 2، لان المقاومه دي وقع على البرانش ده، والبرانش ده هيبقى اي 1 ماينس اي 2. الكلام ده بيساوي زيرو، وهيبقى هنا لو جيت اعوض اقسم على 2 هتبقى الفي اكس بتساوي اي 1 ماينس
i2، وانا الحقيقة عندي هنا ان انا اقدر اجيب قيمة ال vx هنا، عندي قيمتها بسيطة جدا جدا، اقدر اقول ان هي نيجاتيف 4 اي 2 عند حضرتك، فاقدر اعوض تعويض مباشر عن ان ال vx اشيلها واحط مكانها نيجاتيف 4 i2، فابدا اجيب علاقة بين i1 واي واي2. اللوب التاني واللوب التالت بكل بساطة، وفين اللوب التاني؟ اللوب التاني اهو، فين اللوب التالت؟ اللوب التالت اهو، لان دي هنا يعتبر نقفلها كده عندي خلاص. يبقى ده عندي اللوب التاني يا جماعة اهو. طيب 4 i2، 2 في i2 ناقص i1 اهو، طبعا 4 i2، 2 في i2 ناقص 1، وبعد كده 6 في 2 ناقص 3، الكلام ده بيساوي 0. بعد كده هتطبق نفس القصة على اللوب التالت، تبدأ تحل الإكويشنز دي. هيبدأ يطلع عندي قيمة الـ i3 هنا عندي، والحقيقة هلاقي إن الـ i3 اللي هنا هيبقى الـ i-node، الـ i-node اللي عندي هنا كده هيبقى هو الـ opposite أو العكس بتاع الـ i3، فهو يبقى بيساوي نيجاتيف الـ i3 هيساوي 1/6 أمبير. واحنا قلنا هيبقى في عندي هنا اي نود اي نود، وهيبقى عندي كمان الفي نود، قلنا نحط مكانها 1، انا وضعناها ب1، هيبقى الار 7 بتساوي ال 1 او الفي نود على الاي نود اللي حضرتك جبته، يبقى 1 على الاي نود ب1/6، يبقى تطلع ب6. نقولها تاني هنا، دي كده لو قلنا هنا يبقى هنا ال i0، هيبقى قلنا هنعمل هنا 3 لوبس، هنا i1 هنا i2 هنا i3. واحد يقول لي دي لا ليه، اقول له لان انت القاعدة بتقول بتحول كل ال independent sources ل short circuit، وبعد كده بتشتغل بنسيب الديبندنت سورسز عادي جدا، وبعد كده بنشتغل ادي اللوب الاولاني، ادي اللوب الثاني، ادي اللوب الثالث. وقلنا هنا بنحط هنا بنجيب الاي 0 والفولتج، قلنا اللي بنحطه هنا هنقول في 0 اللي هو بواحد فولت. نقدر نجيب عادي جدا اللوب الاولاني والثاني والثالث، وجبنا منه اي 3 اللي هو هنا، فهو هيبقى عكس اتجاه الـ i0 عندي هنا، فيبدأ الـ i0 نيجاتيف i3. جبت خلاص الـ i3 وجبت الـ i0، القصة كلها الـ r7 بتساوي الـ v0 على الـ i0. قلنا الـ v0 بنحطها بـ 1 فولتج أو 1 فولت، هيبقى 1 على i0، 1 على 1، 1 على 1 على 1 على 6، تطلع بيه 6. دي الخطوة الأولى. طيب الخطوة التانية، الخطوة التانية حضرتك بتبدأ تجيب، يلا عايز أجيب عندي هنا، لو قلنا محتاج أجيب ال V7 مثلا هنا عند حضرتك على الحتة دي كده، فهي بكل بساطة هي بتساوي ال V O C. هنا لما بنجيب ال V7 برجع السورس اللي انا كنت شيلته زي ما هو، طالما رجعت السورس خلاص وعملت دي بقى بعد كده خلاص دي بقت اوبن سيركت تمام، هيبقى عندي اللوبس، هيبقى عندي ده اللوب الاولاني وده اللوب الثاني وده اللوب الثالث، هيبقى هنا عندي i1 وهنا عندي i2 وهنا عندي i3. لو نلاحظ ان الاي 1 ايكوال 5، واحد يقول لي هو ليه الاي 1 ايكوال 5 مش نيجاتيف 5؟ هقول لحضرتك زي ما اتعلمنا كده بكل بساطه، ما تصعبش الموضوع على نفسك، الدايركشن بتاعه هنا كده، وانا عندي اللوب بتاعي انا فارض الاتجاه هنا كده كده، فلاقي الدايركشن نفس الدايركشن المختلف نفس الدايركشن، فيبقى الاي هو بيساوي ال 5 امبير.
انا قلت كده يا جماعه خلاص الاي بخمسة امبير، تبدا تجيب بقى اللوب التاني واللوب التالت، خلاص الموضوع بسيط خالص خالص. هتبدا تجيب اللي هنا ده 4 في 2 ناقص 1، 2 في 2 ناقص 3، 6 في خلاص 2، مفيش حاجة الناحية دي. أبدأ أجيب دي كده خلاص، أي الكلام ده بيساوي زيرو خلاص، 6 قلنا 6 في 2، أبدأ أعوض أكمل بعد كده اللوب التالت عندي، أجيب اللوب التالت وأبدأ أحل المعادلات، فيبدأ يطلع عندي أقدر أجيب القيم عادي جدا جدا بتاعتي. فأبدأ من حل الإكويجن أجيب قيمة الـ i3 و i2، ما فيش أي مشكلة خالص. وإحنا قلنا إن الـ v7 هيبقى الـ v على التوب، الفولت دروب على البوينتس A و B اللي هو قلنا بنسميه الـ VOC، اللي هو هيساوي 6 في i2 اللي هي الحتة الأخيرة دي، تمام، اللي هي بتساوي 6 في i2، أنا جبتها تطلع القيمة دي بحوالي 20، تمام مع الشباب. يبقى قولنا دي كده، هيبقى خلاص احنا قلنا الفولتج دروب اكروس التو بوينتس دول، هيبقى هو هنا هو الفولتج دروب هنا، فانا لو جبت الفولتج دروب على دي يبقى جبت الفولتج دروب هنا، فيبقى 6 في i2 هو قيمة ال VOC، وهيبقى خلاص قلنا دي هي بتساوي ال V7، هيبقى الرسمة بتاعتي فيها ال V7 اللي هي 20 اللي جبتها، وعندي ال R7 اللي أنا جبتها في الخطوة اللي قبل كده. كده أنا جبت ال V7 وال R7 وعملت السمبليفيكيشن أو بسطت السيركت بتاعتي. في ثيرم تانية أو نظرية تانية اسمها النورتون ثيرم. النورتون بكل بساطة هي شبه السيفنن، بس السيفنن بنحولها ل بنحول السيركت لسيركت فيها فولتج وريزيستنس متوصلين على التوالي او سيريز. هنا القصة ان انا هحول السيركت لكارنت و ريزيستنس بس متوصلين على التوازي او ان بارل، هيبقى عندي اي نورتون و ار وار نورتون. طيب الحقيقة في 1926 سيفنن ببليشت ثيرم، ادوارد نورتون بقى ده امريكان انجينير، بدأ هو كمان عمل الثيورم بتاعته او النظرية بتاعته هو كمان. الحقيقة هو عملها بعد سيفنن ب 43 سنة، او يعني في تحديدا في 1926 اللي هو تقريبا بعد 43 سنة من عمل نظرية السيفنن. طيب النورتون هو القصة زي ما قلنا يا جماعة، بيحول السيركت بتاعتي لينير تو تيرمينال سيركت، اقدر اعملها ريبليسنج ب اي و ار متوصلين مع بعض ان بارل. الاي نورتون هو شورت سيركت كارنت ثرو ذا تيرمينال، والار نورتون هو الانبوت ايكويفالنت ريزيستنس ات ذا تيرمينال لما الاندبندنت سورس يحصل لها تيرنينج اوف. والحقيقة ده الشكل بتاع دي كده اللي أنا بحولها السيركت، بحولها للمنظر ده بدل المنظر بتاعي أو الشكل بتاعي الـ I نورتون in parallel with الـ R نورتون. For now we are mainly concerned with how to get، إزاي نجيب الـ I نورتون الـ R نورتون. We find الـ R نورتون in the same way
اللي جبنا بيها الار 7، فالموضوع بسيط. هبدأ اشيل الاندبندنت سورسز واحط مكانها شورت سيركت واجيبها زيها بالظبط او تشابه معاها. فالحقيقة 7 والنورتون ريزيستنس ار ايكوال، هما متساوي بالنسبة لآي نورتون. هو بيبقى عبارة عن الآي على آي سيك هنا، أو الآي على بين الـ A والـ B أو الـ 2 بوينتس دول هنا، أو اللي ماشي في الـ برانش ده. الحقيقة انت بقيت هتشتغل ازاي لما تيجي تحل؟ الحقيقة احنا بنتعامل مع الديبندنت والاندبندنت زي ما كنا بنتعامل في السفن. كنا بنتعامل ازاي؟ حد يفكرني؟ كنا بنتعامل في الاندبندنت سورسز اللي هي السورسز العادية اللي هي دي كده مثلا او دي كده للكرنت، كنت ببدأ احط مكانها شورت ايه، شورت سيركت، وبسيب الديبندنت سورسز. الحقيقة قلنا الار نورتون بيساوي الار 7، انما الاي نورتون هو اقدر اقول هو الفي 7 على الار 7، لان الاي طبعا بيساوي الفي على الار. هو عندنا قلنا والفي 7 بتساوي الفي او سي، والاي نورتون بيساوي الاي سورس او الاي اس سي، والار 7 بتساوي الفي او سي على الاي اس سي اللي هي بتساوي الار نورتون، لان احنا قلنا الار نورتون بتساوي الار 7. تعالوا نشوف اكزامبل. هنا بيقول لي فايند النورتون ايكويفالنت اوف ذا سيركت شون الترمينال اي بي. خلاص انا السيركت دي هو عايز هنا النورتون ايكويفالنت سيركت شون عند الترمينال اي بي. هو هنا مديني بيقول لي ده اي اكس، ومديني هنا ان الكارنت هنا 2 اي اكس، ومديني دي 10 فولت ودي 5 اوم. طيب نقول اول خطوة بنعملها يا جماعة عشان تجيب الار نورتون، قلنا ايوه بتتعامل مع السورسز زي ما اتعاملت في السيفنين. كنت بتعمل ازاي؟ بتحول ال اندبندنت اللي هي شورت سيركت، وبتسيب ال ديبندنت سورس. يعني هتبقى بالمنظر ده كده. انا حولت دي لو تلاحظ كده حولتها لايه، لشورت سيركت، حولتها لسلكة، فأصبحت الرسمة عندي بالمنظر ده. وقلنا هيبقى عندي، هنقول احنا كنا اتفقنا انه هنقولنا نحط ال V زيرو هنا، هنحطها بواحد فولت، وهنا هيبقى عندنا محتاج اجيب ال I زيرو بالدايركشن ده. طيب عشان افايند ال R نورتون وي ست ال independent voltage source equal to zero، او حطيناها شورت سيركت زي ما حضرتك شايف كده، وكونكت الفولتج سورس اوف في زيرو بواحد فولت. طيب الخطوة اللي بعد كده انا هيجنور الفور اوم ريزيستور. ليه؟ لانها هي شورت سيركت بكل بساطة. ليه اعمل لها اجنور؟ لان الكرنت هنا دي شورت سيركت، فيبقى عندي الاي اللي هنا هيبقى الاي بزيرو. تمام، هيبقى عندي هنا هاجي ابص على دي كده، هيجنور الاربعه لانها دي شورت سيركت عندي، فهلاقي الاي اكس هنا هلاقيه بزيرو. تمام، خلاص. يبقى انا عندي هنا قلنا خلاص هنجنور الاربعة اوم ريزيستور، لان هي الحقيقة هي شورت سيركت، also due to short circuit resistor 5 اوم، والفولتج سورس اللي هو الاندبندنت ده هيبقوا الاتنين ان بارلل. خلاص كده.
جميل خلاص، يبقى احنا قلنا هنا الاي اكس بزيرو، هيبقى عندنا ان الاي زيرو، الاي زيرو بكل بساطة هتبقى بتساوي ال 1 فولت اللي هو الفي زيرو اللي انت جبته هنا حضرتك على قيمة المقاومة اللي عند حضرتك اللي هي الخمسة، هتطلع 2 من 10، والار نورتون هتساوي الفي زيرو على الاي زيرو، والفي زيرو هي عندنا هنا قلنا ب 1 فولت، والاي زيرو لسه حضرتك جايبها ب 0.2 اللي هي تطلع 5 او. خلاص يبقى احنا قلنا دي كده، حولنا شلنا 10 فولت وحطيناها شورت سيركت تمام، وعملنا اجنور الاربعة، لان هيبقى عندي الاي اكس هلاقيه بزيرو، لان عندي عملنا السورس عندي هنا متوصل عندي بشورت سيركت also due to قلنا شورت سيركت خلاص. دي كده هيبقى هيصبح الاتنين دول مع بعض على التوازي. بعد كده اقدر اجيب الاي هيساوي الفي على عندي كده قلنا دي كده الفي على الار بتاعتي او المقاومة دي، خلاص قلنا الفي هنا زيرو اللي هو بواحد، وانا بفترضه بواحد هنا، انت بتحطه يعني جيفن، يعني هنقول ان الفي زيرو هنفرض ان هو بواحد فولت، يبقى واحد على الخمسة هيبقى ب 0.2، والار نورتون هيساوي الفي زيرو على الاي زيرو اللي هي واحد على 0.2 وتطلع بخمسة او. بعد كده انا عشان افايند بقى الاي نورتون، احنا الحقيقة وهنعمل شورت سيركت التيرمينال على الاي والبي عشان افاين الكرنت اي اس سي اللي هو بيساوي الاي نورتون. هنا هرجع تاني اللي قلنا خلاص، احنا كنا بنحسب الفي هناك، كنا بنرجع الاندبندنت سورسز هنا نفس القصة عشان نحسب الاي نورتون، هبدأ ارجع ايضا الاندبندنت سورسز، فالسيركت رجعت لي كده وعملت دي شورت السيركت. هيبقى عندي ان في الفيجر دي ان ريزيستور 4 والفولتج اللي هو ال10 ده سورس، وال5 ريزيستور والاندبندنت كارنت سورس، دول هيبقوا ان بارل عندي، فاقدر اقول هنا الاي اكس بتساوي ال10 على ال4، واحنا عندنا هنا 10 على 4، يعني انت الاي بتساويها الفي على الار، صح؟ الفي على الار، جميل، فيبقى طلع 2.5. طيب اقدر اطبق الكي سي ال او الكيرشوف كارنت لو عند النود ايه، فيطلع عندي الاي اس سي بيساوي القيمه دي، وهتقدر تجيب بكل بساطه هي النود دي تقدر تجيب تعتبرها نود، ويلا تجيب الفرق بقى ايه، ان انت عايز تجيب الاي اللي هو الفي على الار، هنا هيبقى عند حضرتك العشرة على الخمسة اهي، هنا الفي على الار، خلاص الفرق الجهد هيبقى على المقاومة اللي هو التيار، هنا هيبقى الفي العشرة على الخمسة. طيب وفي عندي ايه تاني، النود دي طالع منها ايه تاني، النود دي الحقيقة طالع منها التيار ده، فواحد يقول لي هي بلس ولا نيجاتيف، الحقيقة هي بلس، لأن حضرتك شايف عندي كده، لو أنا أبدأ أبرانش كده هلاقي الاتجاه مع الاتجاه هنا، فهتبقى بلس 2 اي اي اكس، هتبقى بكل بساطة الاي سورس او الاي سي ايكوال العشرة على خمسة اللي هو الفي على الار بلس القيمة بتاع ده، لان في نفس الدايركشن هيبقى 2 اي اكس، ولو كان الدايركشن بتاعه الناحية التانية هتبقى ماينس. وانت عند حضرتك الاي اكس لسه جايبها من شوية انها بتساوي هنا الفي على الار،
فخلاص تقدر تعوض تعويض مباشر ويطلع عند حضرتك الاي نورتون ايكوال 7 امبير. في عندي حاجة اسمها الماكسيمم باور ترانسفير. الحقيقة ان 7 ايكوفالنت از يوسفول ان فايندنج الماكسيمم باور في اللينير سيركت، اللي هو لو جيت قلت عندي هنا الباور بيساوي ايه، الباور الحقيقي بيساوي اي تربيع في ار لود. طيب الاي تربيع او الاي، احنا فاكرين الاي كان بيساوي ايه، عشان بس المعادلة دي كده مش واضحة قوي، ان الاي كان بتساوي الفي 7 على مجموع المقاومتين، صح يا جماعة، اللي هو ار 7 بلس ار لود، صح كده. طيب لما احط تربيع او التربيع، جميل، يبقى الاي تربيعي بكده واضربها في ار ايه، في ار لود، جميل كده. يبقى انا بكل بساطة المعادلة بتاعة الباور اللي هو بتساوي الاي تربيع في الار او الفي في الاي، خلاص معايا اول مشتقات بتاعتها. فالاي تربيع هشيل الاي واحط مكانها الفي 7 على مجموع المقاومتين اللي هما ار 7 و ار لود، واربع واضربهم في الار لود. هنا عندي هنلاحظ ملاحظة جميلة جدا، الماكسيمم باور هنا عندي is transferred to the head is a load resistor او ار لود، وين اللود ريزيستور او اللود ريزيستنس الار ال دي بتيكوال 7 ريزيستنس، يعني لما الار لود بتساوي الار 7، جميل. وهنا عندي البي ماكس او الماكسيمم باور. خلاص احنا هنكتفي لحد هنا كده، خلاص هو خلاص الجزئية دي مش محتاج منها اي حاجة، بس حضرتك تعرف القانون ده وتعرف امتى هنا ان انا الماكسيمم باور بيترانسفير لما الار لود بتساوي الار 7. تعالوا كده يا جماعه نسمرايز كده اللي قلناه. احنا اتكلمنا وقلنا في المحاضره دي ان احنا واحنا بنعمل سيركت سمبليفيكيشن في عندنا طريقتين، طريقه اسمها السيفنن ثيرم والنورتون ثيرم. السيفنن بكل بساطة ان انا بحول السيركت بتاعتي لسيركت مبسطة فيها فولتج سورس وريزيستور ومتوصلين مع بعض على التوالي او سيريز. وقلنا بيكون عندي لما اجي احسب الار سيفنن بيكون عندي سورسز، في عندي ديبندنت واندبندنت. الديبندنت سورسز ما بجيش ناحيتها، بحول كل الاندبندنت سورسز لشورت سيركت وابدا اشتغل اجيب الار 7، وبعد كده في الخطوه الثانيه برجع السورس اللي شيلته تاني، وبعد كده بحسب الار اجيب الفي 7. نفس القصه في النورتون، والنورتون بكل بساطه ان هو برضه بيسمبليفاي السيركت بتاعتي لسيركت فيها مصدر تيار و مقاومة، بس الاتنين متوصلين ان بارلل. واللي بيحصل مع السيفنن في حساب الريزيستور نفسه بيحصل مع النورتون في حساب الريزيستور، يعني بخلي الان ديبندنت سورسز بشورت سيركت وابدا بسيب في السيركت عندي كل الديبندنت سورسز واحسب، وبعد كده لما اجي احسب الاي نورتون هرجعهم تاني وابدا اشتغل لحد ما طلع القيم اللي أنا محتاج. بشكركم يا جماعة شكرا جزيلا، وأتمنى تكون المحاضرة بسيطة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.